اما وريتك يا كوريا الكلبه انت وسلومه، انا نواله بقى فرجه الحته. طب والعمل ايه يا خالتي؟ هنهبب ايه في ام اللي انا فيه ده؟ هبات في الشارع يعني زي المجازيب ولا ايه؟ لقيت لك الحل يا بنت، رغم انك انت كده وكده يعني، بس سبحان الله ربنا مسهلها لك. فانت بقى يا سيدنا الشيخ هتاخد البت نوال من ايديها توصلها لجوزها سلوم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم، هو انا قلت حاجه عيب؟ الراجل هيكبر لك، هتقول له رجعها لعصمتك هيرجعها على طول. دول روحهم في بعض وما لهمش غير بعض، بس الشيطان شاطر. لكن يا اخت نوال، انت تذكرين انني قابلتك قبل ذلك على الكورنيش، تذكرين؟ يا اختي ايه انت، ايه شيطانه يا خرابي؟ مفيش حاجه ما بيننا يا شيخ، ده احنا اخوات. والله غالب على امري، فلنذهب للاخ سلومه لكن بشرطين. انت لسه هتتشرط علينا؟ قول يا سيدنا الشيخ قول. انت رافقين يا ست ام سوكا، لان موقعي ووضعي لا يسمحان ان اسير مع الاخت نوال بمفردنا في الطريق العام. ما انا مغريش غير نوال، روحي مع نوال وتعالي مع نوال، ما كانش حته طبق رز بلبن اللي طبحتهولي. ها طيب والشرط التاني ايه؟ الشرط التاني ان شاء الله انا ساتوصل، ولكن غير مسؤول عن النتيجة. نعيما يام، اديني سبختهولك اهو، رجعتك بنت 18. 18 سنة ايه يا كوريا؟ يا بنت يا بنت، هو الزمن بيرجع لورا؟ يا ولي يا ولي، ده المثل بيقول ورنش البوسة تبقى عروس، وانا ورنشتك اهو، لمعتك وخليتك ولا اللي بكرتونتها. روحي الله ينوي عليك يا كوريا، خليتيني حلوة. إله شوفك زي ما انا عايزاه يا رب. خدي بقى حمام الزيت ده كمان. بصي بقى ده هيليس لك شعرك، ينزله كده على وشك لا تعرفي تشوفي من القصة يمين ولا شمال. ده حلو ها؟ اجربه. ماشي زي بعضه. يا كوريا. يو ومالك يا وليه زي اللي بتديني حسنة كده؟ ده انا فلوس دي باخدها منكم كده حاجة رمزية يعني، وانتوا حد فيكم يقدر على اجرتي اللي استحقها؟ على فكرة يا كوريا، انت بقى لسانك زي الفرقلة، وانت عارفة لو ما كانتش ايدك حلوة ما كانش حد دخل المحل ده. يلا انا ماشي، عايزة حاجة؟ لا شكرا، يومك شبهي. اقعدي بالعافية. ازيك يا كوريا؟ ده انت زعلانة بجد بقى. طب بص يا بنت الحلال، انا مش عاوز حاجه منك، المفروض بعد اللي عملتيه ده ما اعرفكيش تاني، بس انا جاي عشان افهمك حاجه واحده. نوال هي اللي طلعت لي بالعمود ده كله، وانا اتخانقت معاها ونزلتها قدام سوكا، ومن الاخر كده نوال هي اللي راميه كتتها عليا وانا مديها السكه. من يوم ما علي حد عليك يا كوريا مش هتبقى نوال. نوال دي زي مساحه الجزمه اللي الواحد يمسح فيها جزمته وهو معدي. وانا لما كدبت عليك وقلت لك ان العمود بتاع البت الممرضه ده كان عشان ما اعملكيش مشاكل ولا العبلك في دماغي. تعالي يا كوري، ما تنزليش نفسك لنوال. انا كده خلصت اللي عندي، سلام. وعلى فكره دي محقوقالي يا كوري، وبتجامد قوي كمان. سلام يا اسطى. Tonight all bills will be on my check. This will be very expensive, Mr. Nawal. No problem. This day is very special for me. It's Neguan's birthday. I want everybody here to be happy. Go, go, go. Ladies and gentlemen, it's a very special day for Mr. Malwan and he wants to share it with you all. So he promised that all the bills will go on his check. Thank you, thank you. سامع صوت عياط. هو انت كنت بتعيطي؟ انا ليه نوخه؟ انا اللي كنت سامع عياط. انت كنت بتعيطي؟ لا ما بعيطش. بطلوا منقره انت وهي، انا سامعاكم وانتوا بتعيطوا. طب انا ولسه خطيب الوطي قال لي بقصرف معاه، لكن انت بتعيطي ليه؟ ما
انت قاعده بقالك حبه وجرحك ناشف. انا عمري في حياتي ما حبيت غير مروان. لما كنا في المدرسه وفي الجامعه كانت كل البنات تحب وتصاحب الا انا. كانوا يقولوا لي انت ما بتحبيش وما عندكيش قلب، وانا فعلا صدقت الحكايه. بقيت احس ان انا ما بعرفش احب لحد ما شفت مروان. تحولت فجاه لواحده تانية، بقيت مش شايفه قدامي غيره. كنا مبسوطين قوي وما كانش ناقصنا اي حاجه. فلوسي كانت فلوسه ومن غير حساب. يقوم يسرقني وياخدني ويورطني في قرض مع البنك ويهرب. طب ليه؟ ليه يهرب ليه؟ وبعدين عايز يهرب، ملقاش غير نجوان دي يهرب معاها. انتي ما تعرفيش نجوان. نجوان دي ما كانتش صاحبتي، دي كانت اختي واكتر من اختي. انا لو وريتك صورنا من لما كان عندنا 3 سنين ولغايه دلوقتي عمرك ما هتقولي ان دي بنت الشغاله ودي بنت الناس اللي مشغلينها. انا اول واحده جريت عليها اصلا قلت لها ان انا بحب مروان كانت نجوان. عايزاني انسى الزمن. هما الرجالة كلهم كده أختي، صنف واطي ما يستاهلش ولا يتعاشر. يعني عندك واحد زي براهين ده مثلا، حجته إيه؟ وانت شفتيه ده بعد ما اترسم واتمنظر وبقى بني آدم؟ ده كان حتة عيل معفن كحيان مش لاقي ياكل وماشي كله في الشمال. شوية يسرق غسيل، شوية يثبت واحد. يوم ما كان ربنا يكرمه قوي يعني كان يسوق توكتو وقريته ملكه. أنا اللي حوشت له، جبت له عربية الكبدة وعلمته عمايلها لحد ما سموه كبداكي. لكن اللي في ده هيسلى ازاي؟ الدل النجس هيفضل نجس. أنا مش حارقني إلا إن هو بص لنوال. نوالة كبداكي يعني تخن وتقلب قيمتي؟ حرام عليك، ده انا فتحت عينيا على الرجاله عليك اهي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ، حسبي الله ونعم الوكيل. ايه ده الريحه المعفنه دي؟ انت بقالك قد ايه ما استحمتيش؟ يلا قومي قومي ادخلي خدي شاور وحطي ديودرنت وبادي سبراي. ولا انت ما عندك؟ خدي من عندي، خدي من عندي وحطي. بس يلا قومي انت لسه قاعده يا بنت الجزمه.